متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة إليكم. نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي سنبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة للمملكة، التي تقريبا تشير إلى خلو سماء المملكة تماما من تواجد أي سحب وغيوم سوى بعض السحب العالية في أجزاء قريبة من حائل وبريدة. هناك توقعات باندفاع لهواء ساخن باتجاه المنطقة الوسطى، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث ارتفاعات ملحوظة على درجات الحرارة اعتبارا من يوم غدا، خاصة في منطقة العاصمة الرياض. الأحوال الجوية هذه الليلة مستقرة إجمالا، أجواء صافية، درجة حرارة صورة 17 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. الأجواء طبعا أكثر اعتدالا عما كانت عليه في بعض من ليالي الأيام السابقة. توقعات الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة، سنلحظ معها حدوثا ارتفاعا لافتا عن درجات الحرارة، فبعدما سجلت اليوم في العاصمة الرياض 27 درجة مئوية، غدا يتوقع أن ترتفع إلى 32 درجة مئوية، والأجواء تميل الحارة في ساعات النهار، صغرى 22 درجة مئوية في ساعات الليل، 33 درجة مئوية يوم الثلاثاء، والصغرى 18 درجة مئوية أما يوم الأربعاء، فتصل إلى 31 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 17 درجة مئوية، والأجواء مستقرة إجمالاً في أغلب ومختلف مناطق المملكة. هناك توقعات بحدوث موجة كثيفة من الغبار خلال نهاية الأسبوع المقبل، تحديداً يوم الجمعة القادمة. المزيد من التفاصيل عبر النشرة الجوية الأسبوعية التي بثت في وقت سابق من هذا اليوم. نستعرض معكم الآن درجات الحرارة العظمى المتوقعة الاثنين والصغرى ليلة الاثنين على الثلاثاء في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأها شمالا من سكاكا 25-11، عرب 24-10، في تبوك 26-12 درجة مئوية. في المناطق الغربية من المملكة، في جدة 30-26، 35-24 في مكة المكرمة، 26-15 في الطائف، 33-21 درجة مئوية في المدينة المنورة. في جنوب غرب المملكة، في أبها 24-13، في الباحة 21-14، وفي جازان 31-24 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية، في الإحساء 31-18، في الدمام 27-18، وفي حفر الباطن من 29-14 درجة مئوية. في حين تكون في المنطقة الوسطى، في العاصمة الرياض 32-22، في بريدة 32-16، وفي حائل من 28 درجة مئوية في ساعة النهار، تباين حراري كبير مع ساعة الليل، تهبط ليلا إلى 9 درجات مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.